بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. وأقسموا فيها الفساد. فصب عليهم ربك صب عذاب. إذا رفعت الأرض دكا دكا.